تحياتي يا صباح الخير، مداخلة بعنوان التناول الميتافيزيقي للكون. اسم ميتافيزيقا يعني مشتق من الكلمة اللاتينية ميتا فيزيكا، يعني والتي تعني بعد أشياء الطبيعة، ويشير إلى فكرة أن أو عقيدة أو واقع مفترض خارج الإدراك الحسي البشري. في المصطلحات الفلسفية الحديثة تشير الميتافيزيقا إلى دراسات ما لا يمكن الوصول إليه من خلال الدراسات الموضوعية للواقع المادي. تشمل مجالات الدراسات الميتافيزيقية علم الوجود وعلم الكونيات وغالبا نظرية المعرفة. إن الميتافيزيقا تعريف أطول، هي نوع من الفلسفة أو الدراسة التي تستخدم مفاهيم واسعة للمساعدة في تحديد الواقع وفهمنا له. تسعى الدراسات الميتافيزيقية عموما إلى شرح العناصر المتأصلة أو العالمية للواقع والتي لا يمكن اكتشافها أو تجربتها بسهولة في حياتنا اليومية. على هذا النحو فهي معنية بشرح سمات الواقع الموجودة خارج الواقع المادي وحواسنا المباشرة. لذلك تستخدم الميتافيزيقا المنطق القائم على معنى المصطلحات البشرية وليس على المنطق المرتبط بالإدراك الحسي البشري للعالم الموضوعي. قد تشمل الميتافيزيقا دراسة طبيعة العقل البشري ذاته وتعريف الوجود ومعانيه أو طبيعة المكان والزمان أو السببية والصدفة. وكان أصل الفلسفة بدءا من سقراط ميتافيزيقيين بطبيعته. على سبيل المثال، اعتقد الفيلسوف أفلوتين أن العقل في العالم وفي العقل البشري العقلاني ليس سوى انعكاس لواقع أكثر عالمية وكمال يتجاوز عقلنا البشري المحدود. أطلق على هذه القوة المنظمة في الكون الله. إن الأفكار الميتافيزيقية لأنها لا تستند إلى الخبرة المباشرة بالواقع المادي غالبا ما تكون في صراع مع العلوم الحديثة. بدءا من عصر التنوير والثورة العلمية أصبحت التجارب على العالم وملاحظاته هي المعيار لقياس الحقيقة والواقع. لذلك يساعد تقييمنا المعاصر للمعرفة العلمية على أشكال المعرفة الأخرى في تفسير الجدل والتشكك بشأن الإدعاءات الميتافيزيقية والتي تعتبر غير قابلة للتحقق من قبل العلم الحديث. في الأمور الدينية ينتظر مشكلة إثبات صحة الإدعاءات الميتافيزيقية بوضوح في كل الأدلة على وجود الله، وكما هي الحال مع محاولة إثبات وجود روح أو نفس في النائب في الإنسان، فإن محاولة إثبات وجود الله وغيره من الحقائق غير الموضوعية وغير البشرية علميا تبدو مستحيلة. تنشأ الصعوبة من محاولة دراسة شيء ما وإضفاء طابع موضوع عليه علميا، وهو بطبيعته لا يمكن أن يصبح موضوعا لدراستنا العلمية. إن هذا الاعتقاد السائد بأن كل شيء يمكن تفسيره علميا من حيث الأسباب الطبيعية والذي يشار إليه بالطبيعة يجبر الكثيرين على الاعتقاد بأن ما يرى أو ما يحس به فقط ويمكن افتراضه واختباره فقط يمكن أن يكون صحيحا، وبالتالي ذا معنى بالنسبة لنا كبشر. ولكن في الآونة الأخيرة حتى مع تعرض الميتافيزيقا للهجوم بسبب افتقارها الواضح يعني إلى الوصول إلى المعرفة الحقيقية، فقد بدأ العلم أيضا يواجه صعوباته الخاصة في المطالبة بالمعرفة المطلقة. إن التطورات المستمرة في فهمنا لعملية التفكير البشري تكشف لنا أن العلم لا يمكن الاعتماد عليه وحده في تفسير الواقع، وذلك لأن العقل البشري لا يمكن أن ينظر إليه باعتباره مجرد مرآة للعالم الطبيعي. على سبيل المثال، بما أن فعل الملاحظة العلمية في حد ذاته يميل إلى إنتاج الواقع الذي يأمل في تفسيره، فلا يمكن اعتبار ما يسمى حقائق العلم نهائية أو موضوعية. يعني وتتجلى هذه الحقيقة مراراً وتكرارا مع استمرار الحقائق والقوانين العلمية في الانهيار أو الاستسلام لتفسيرات جديدة وأفضل للواقع. من الواضح إذن أن عملية التفسير البشري في العلوم كما هو الحال في أي مكان آخر متغيرة ونسبيا وفقا لوجهة نظر المراقب. في ظل التحليلات المتشككة الريبية للحركات الفلسفية المعروفة باسم ما بعد الحداثة والتفكيكية، أدت كل هذه الحقائق إلى رفض حديث لكل من الميتافيزيقا والعلم. وقد تستند انتقاداتها إلى النسبية الثقافية والتاريخية لكل المعرفة، هاتين المدرستين الفلسفيتين
ما بعد الحديث والتفكيكية، تنكرا أي وجود للمعرفة الموضوعية أو الكونية على الإطلاق. وهكذا فإن الإدعاءات الميتافيزيقية تقف اليوم بين الإدعاءات المطلقة للعلم للعلموية والنسبية الكاملة لما بعد الحديث والتفكيكية. تنظر الميتافيزيقا بعمق إلى الوضع البشري، حال الإنسانية والواقع والوعي، وكيف يلتقي غير المرئي بالمرئي من حياتنا إلى الأكوان الطبيعية. في الأساس الميتافيزيقا هي استكشاف وجود كل ما هو موجود. إذن على مر السنين أثبت الفيزياء الكمومية والعلوم والميتافيزيقا مرارا وتكرارا ما عرفه أسلافنا العظماء بشكل طبيعي. كيف تخلق الطاقة والنية مستقبل الإنسان، وكيف تؤثر هذه المبادئ على كل جانب من جوانب حياتنا وصحتنا، ليس فقط لأنفسنا ولكن أيضا لمن حولنا. تخلق طاقة أفكارنا العقل وطاقة عواطفنا القلب الواقع الذي نعيش فيه. صحتنا وحياتنا هي نتيجة للطريقة التي نفكر بها ونشعر بها. لذا إذا تمسكت بفكرة مرتبطة بها عاطفة ومعتقد فإن القانون العالمي هو مطابقة وعكس نفس تردد الطاقة إليه. معنى الأصل لكلمة ميتافيزيقا هو عاطفة عالقة في النفس. ما يلي هو المستوحى الفني لشرح الميتافيزيقا أنها الفرع الفلسفي الذي يدرس طبيعة الواقع بما في ذلك العلاقة بين العقل والمادة، جوهر وسيمة، الواقع والقيمة. تعني البادئة في الميتافيزيقا ميتا بعد أو ما وراء أو ما فوق، أنها الفرع الفلسفي الذي يتناول المبادئ الأولى. مبادئ الأولى ويشمل علم الوجود وعلم الكون، يرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية المعرفة الفلسفة خاصة في فروع الأكثر تعقيدا، معرفة الفلسفية وخاصة في فروع الأكثر تعقيدا. المبادئ النظرية الأساسية لموضوع أو مجال بحث، حرف كبير أولي مائل ميتا وتروحة. أرسطو تتناول المبادئ الأولى وعلاقة الكليات بالجزئيات والمبدأ الغائي للسببية. عارفين كل سؤال نظري حول طبيعة وجود الواقع يقع تحت مظلة طائلة الميتافيزيقا، تطرح أسئلة مثل من نحن؟ من أين أتينا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ كيف ومتى بدأ الكون؟ هل هناك قوة أعلى أو إله؟ هل هناك روح مستقلة عن الجسد؟ ماذا يحدث عندما نموت؟ هل هناك وجود آخر؟ هل الأرواح والأشباح حقيقة؟ هل هناك أرواح واعية وأخرى هناك؟ هل نحن متجسدون؟ هل يوجد كل من الدماغ والعقل في الرأس أم من العقل غير محلي؟ ما هو الزمن؟ ما هي القوانين الفيزيائية التي تربط الفيزياء بالكم نظرية كل شيء؟ هل هناك أكوان أخرى مثل عالمنا؟ كيف تؤثر أفكاري على حياتي؟ لماذا تبدو نظرية ما هو عام غير متوافقة مع نظرية ما هو خاص؟ النسبية العامة مع نظرية الكم، لماذا تبدوان كنظريتين غير متوافقتين؟ إذن هذه هي تناول الميتافيزيقي للكون. شكرا جزيلا حسن انتباهكم، إلى اللقاء.